مساء الخير. حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي بدأت، وفيها جولة جديدة على آخر أخبار طلاب الأكاديمية، والبداية مع صف مدام ماري يلي بيتحول مرات لصف ملاحظات ونصايح للطلاب حول أدائهم بالبرايم. وحنان مزعوج كتير من فكرة النومينيشن للمرة الثالثة. بونجور ماجراد، كيف صحتك؟ منيحة؟ بس ما تقعصيني. ما شو؟ ما تقعصيني. شو كان حلو التابلو؟ بونجور ابني. كتير حلو التابلو، فريمون. الصوت لازم يكبر شوي. شو صار؟ المايك حطوا لي اياه هون انزاح. فجربت مش قادرة افطها. ما بقى فيها تحطه مشان هيك ما عم نسمع. لما طلعوني زاح المايك. صباح الخير. مش لانه انا صوتي واطي، لانه نزاح وجربت قد ما في اعطي باور كرمال يطلع صوتي، بس لانه كيفك؟ تفضلي مدام. يا ليك شو حلوة هيك. يا كم سي جولي. مين عملها هاي؟ من الفانز تبعولك. سوري بقول لك منوره الترند السعودي. كثير حلوه بالفعل، كثير حلوه. انا ماري انا فاكره لما كانت صغيره بالترند السعودي دايما حلوه، صغيره كبيره كيف ما كنت حلوه. انا بشكر المملكه العربيه السعوديه، غنيت كثير حلو كثير حلو. ايه وشانتال تري بيان، شفتي؟ واحد ما ييأس. وانت بتعرفي انه صوتك اكبر من كل الصوات؟ انا صار لي نفس الشيء. هلا بخبرك، صوتك اكبر من كل الصوات. شو بكون مبسوط قوي؟ اسم الله اسم الله. عم تعطي واطلع فيها هيك شوي بوف قشطت. هلا شباب خلينا نشتغل هلا. بدنا نشيل هيدا اذا بتريدوا. هذا الورق من عندك؟ لا من عندكم انتو. الورق اللي معنا. ايه ما في. بدنا ناخذ رقم 3. هذا ما عندكم. في شغلة يعني في شغلة مزعجة تقلك شو الازعاج. في ناس عم تتقدم اكثر. طلع فوق. هيدا مش معناتها ما عم تشتغلي، عم تشتغلي كثير منيح. لإلك لإنت لريتمك تي ريتم بلو لون كو لي زوت سي تو. مش معناتها تو ني با انتيليجون تو ترافاي با تو تري بيان. لا بروف ليكي كيف خلصوكي. بس مدام ماري كثير خايفه. لا ما تخافي. لا انا خذولك ولا ولا ما في خوف ممنوع. يعني مين طلعك نومينيه هلا؟ يا الله. تعي لعندي تعي. سؤال، مين منكم طلع نوميني وقت ما فات؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. طيب شو؟ بس أنا مرتين ما نوم يعني. طيب مين طلع مرتين نوميني؟ ما في حدا. بلا. راح. راح، ما إجيتي بعدك هون. بنتي وعي على حالك، إذا بتضلك هيك ما بتقعدي تشتغلي، إذا عطوكي قطعة تدرسيها ما بتقعدي تدرسيها، هون بساعتها بتظهري. إذا طلعت نوميني مرة ثالثة والله العظيم ما في ولا ما عم بعمل كل شيء فيه بقدر عليه. طيب ما كل واحد عقد موهبته عقد ما بيعرف. بس إنه امبارح ما إنه كنت عم حاول. بس ليكي بدي أسألك سؤال، فكرك أنا هيك وصلت؟ يا حرام كم مرة تحطني المعلمة برا وما أنجح وما بعرف شو. طب الآخر دعست أجري بالأرض؟ مع إنه كتير يعني كتير عملت أفور، كان عندي غنيتين جسي ونحن مقدرين هالشي. إن شاء الله فكري كلهم بحبوك الأساتذة كلهم دقاء أزد. أنا يلا شدي حالي وعي تحطي الهم وتعدي. اشتغل منيح بالأفار ما يطلع نوميني. إن شاء الله لا إن شاء الله لا. جي روقي هلا. بسبتي أنا هنيك. باي حنان. باي 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 مدام ماري. باي ابني باي باي باي. مش بس حنان خايفانه من التسميات، بما انه المنافسه عم تشتد اسبوع ورا اسبوع، الطلاب بحاجه دائما لتشجيع ولا رفع المعنويات، كرمال هيك الاتصال بالاهل احسن طريقه حتى ترجع لهم الثقه. يلا انا الثالث انا الثالث انا الثالث. مش غيري مشتاق ليك، انا اللي عليك مشتاق. ماما الو كيفك حبيبي؟ شو يا حبة؟ ليك ماما معنا دقيقة بس. كثير غنيت حلو، كثير شخصيتك حلوة، العالم كلها حبتك. اوكي
وانت مصدق حالك انه انت عم تركض على اللقب ولا لا؟ بلا بلا ليش؟ ايه برافو، دلك هيك اهتم بحالك وانت عم تطلع مثل ما قلت لك اليوم مدام ماري درجه درجه. كلنا وراك امي، وكثير كل يوم احلى من يوم، كل العالم عم بدي لي انه شو تغير رفائيل، شو متحلى صوته. ما بتعرفون عالم؟ ما بتعرفون يعني؟ عالم ما بنعرفهم وبنعرفهم ومن العالم كله، الكله انت بتعرف. ماشي، انت منيحه؟ انا بحبك كثير. وبي منيح؟ كله بجانب، البابا امبارح راح لانه اضطر عنده شغل. اوكي. بيسلم عليك كثير وكلنا منيح وكلنا على طول بشيرتك وكلنا 24 على قد. وبعدها والعانه ولا خفت الوطأة ولا زياده؟ كثير اكثر من قبل، هلا في ناس ما بنعرفهم صاروا عم يحكونا. ماشي. اوكي؟ كفي ماما، انتبه لدرسك وصدق حالك انه يو كان دو ات. ليش مبين انه اي كان دو ات يعني؟ لا. يا ما بيأثر. الو؟ حياتي جودي، صورة الدنيا امبارح. بتهزري؟ ايه القور ده؟ جت حلوة يا داليا؟ ايه القور ده؟ غنيتي حلو جدا جدا، وحضوري شكلك كان حلو قوي وكسرتي الدنيا حبيبتي. يا هرجع تاني اقول لك يا هايدي، كل الناس اللي بعتت لك هدايا قولي اسمهم عشان خاطري، عشان خاطري. انا جاي هدايا كتير قوي، قولي ورقة وتوريها للكاميرا. انا قلت الاسامي. كل الفانز، طول ما انت ماشيه عندك فانز كتير جدا بجد يا داليا، وانا بكلمهم كلهم وكل الناس بتاعتي محترمه، عايزاك تكسري الدنيا، انت ستار اكاديمي فاهمه؟ ماشي يا دودو، حاضر. كسري الدنيا، وحشتيني قوي. ركزي في الايفاليا هايدي والتمثيل، ابوس ايدك. خليكي مع رافائيل وسلمي لي عليهم كلهم. حاضر. اول بريك بحلقه الليله وبنرجع بعده لاخبار الطلاب. منتابع يوميات الطلاب مع زيارة هادي شرارة الأسبوعية والتقييم حول أدائهم بالبرايم. مثل العادة الطلاب تأثروا بملاحظات هادي يلي ما فيها أبداً مجاملات. ما تهيسوا كتير لأنه معصبين. يلا مين بدكم مسؤول عنه؟ عباس مش هون، كيفكم؟ يلا شو بدك؟ أي واحدة؟ We are ready for هادي. We are ready for هادي. ready للبهدلة. ما حدا يشتاق لي بليز. ما حدا يقول لي استاذ مروان كيفك؟ هادي كيفك؟ اليوم بدي كسر شيء. انا عارف حالك. ايه عارف حالي. شو بدنا نعمل؟ ما فيك تقعد علي بالليل. هاي استاذ. ليه بس اللي قال لي انا اول واحد؟ شوي نحن بدنا نقوله. اول شيء انا كثير متضايق انه ستنا بلشنا بالجد، يعني هلا الجد، هذا هو الجد صار اسمه، بلشتوا نرجع لورا. يا ريت. ستار اكاديمي ابيزود 5. ستار اكاديمي بلش هايدي. انا بدي اقيس على اللي عملني قبل. عادي كل واحد بدي احكيها، لا بدي اقيس على اللي عملني قبل. عادي سيف لمحلك وتكون غنية هالقد سهله وهالقد هيك سلسه وخفيفه وما فيها تقل، ما فيها مرجله. اللي بيغني بيكون عنده مساحه يقدر يلعب فيها، يعني بيكون عنده شيء يقوله. عملت شغله حلوه بالآه قلت شيء حلو، بس انه يعني بس انه مش هيدي، يعني مش اللي انا متوقع اشوف شيء حلو منه. ما بين شو هلا بناخذ محل محل خلص. كمان كمان شانتال، عادي شانتال. هيدا الشيء اللي عم تعمليه ما بيليق ب ببنت هالقد مهضومه مثليك، حلوه عندها حضور حلو على المسرح، ناقصها كل شيء، عندها كل شيء، عندها الحضور بس ناقصها كل شيء غير الحضور.
ناقصها المغنى، ناقصها الريتم، ناقصها الثبات على النوت، ناقصها الانرجي. ما عندك انرجي، غني ايقاع وقفه هيك مثل واحد رسمك مسبلك مسمرينك على المسرح، قال لك مخرج ما تزيح عن الاكس، وقفي على الاكس ما بدك تغني، ما بدك تزيح عنه، اوعى ما حدا راح يأنسك، ما في شيء يعني، هذه الحياه حلوه كل شيء تمام. حركي شوي شو بنشوفك، بنشوفك جمعة الجاي ان شاء الله ببيروت ان شاء الله بالبيت. بالبيت ما اقول كثير، اذا هيك بيرفورمانس متاكد باكد لك اياها انا بمديرك من هلا انه بالبيت ببيروت. خلص خلص شو صار لك حبيبي، شو صار لك لقطة الميكرو تبعك غريبة هيك مطعوزة. لا 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 هيدا هيدا هون بيقول ليش بعدك على المسرح يا حنان؟ ليه بعدك بستار أكاديمي يا حنان؟ ليه؟ صح عم تحبي حالك لحالك. حنان شو بدي أقول لك، يعني منك حاسة بالغنية، يعني حافظتيها وبس مش عم تعرفي ابدا 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 توصلين لها. في قصص بتاني مقطع قلت لك هون بلشت تفوتي بالغنية، قلت انا نرعبت باول مقطع ماشي الحال، ما كثير تزيد عليها، انطور تاني مقطع، فتي بتاني مقطع فات في شيء حلو بالمغنى، في شيء حلو فات بالمغنى، فجاه رجعتي رحتي وكملتي للاخر رايحه، يعني برات الغنية برات كل سر اكاديمي. فرجيتين انه ابدا هالجمعه قلت انا اكيد رح يكون بيرفورمانس احلى من هذيك الجمعه. حنان يور بالنسبة لي في خطر كتير صار عليك و it's very serious إنه أنت ما تضلك بالأكاديمي أكيد بهيك performance كبعد واحدة تالتة بعتقد إذا ما طلعتي نومينية يعني. علي لا تسمع لفوق، علو لا تسمع لفوق، نزل فوق عصمتك طلع لباب بيرفورمانس تبعي كارثي. سهيلة كارثي، سلامتك حياتي، بس انه ما بدي زيد عليكي. كان تركيز على الدانس اكثر من الاكت، يعني دانس واكتينج اكثر من المغنى، سوري كان في تركيز، يعني كانك مبسوطه باللي اعطيكي رقص الكوريغراف تبعيك، يعني منفذ اللي طلبوا منك صح، وجهك والفيشل اكسبريشنز تبعك ما لهم اي علاقه بجسمك، يعني جسمك لمحل، وجهك محل، ومغنيك محل. مجدونا مين احسن واحد بهالتريو؟ هو عباس بس انه عباس زاد بالبكي وزاد يا اخي غنيه وطنيه، ليه عم تبكي؟ اوكي عم تحزن على بلدك، يعني ما بعرف هذا الزعل، ما لازم يكون في قد زعل وشجن بمغنى، هي غنيه فيها هذا النوع الطربي بس ما بدها هالقد البكي بالوجه بالجريماس، صح؟ عم نرجع نوقف زيت المشكله. عباس غنى احسن واحد بيناتكم، نسيم اللي عم بتغني انت هذا بالنسبه لي زيرو، الا انت متمرس مش اذا عرفت وين نزلت عرفت، يعني انت بتعرف وين تعرب اي حرف، كيف كيف الاجاويد، يعني كيف تجود على النوت سوري على الحرف، كيف توقف على النون وعلى اللام، كيف انت عندك اياهم باي ديفولت، ما فهمت مرجع عليه فيهم، هدول مش بلس لك، انت بتغني
عندك اساس كتير حلو ضاع بهديك بهداك البرايم وهذا البرايم. يعني شو ما تعمل بلشت غلط بالنسبه لي، شو ما اجى بعدين سقطت. علي دخولك كان ضعيف جدا للاسف، جدا 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 مبين كانك ما بتغني بالمره باول مقطع. ثاني مقطع اجى قلت لك هون اسمع هون منيح، بس اجى هيك شيء اربع تسطر وبعدين كمان رجع علي لمحل كثير كثير رديء بالمغنى. باي جايز، باي خلاص، اخر مره بدي اجي بهالنفسيه لهون. اوكي يا باي باي، تشاو تشاو. ما تنسوا مشاهدينا انه فيكم تكونوا حد الطلاب وتتابعوا البرايم مباشره لما تربحوا سفره كامله التكاليف لبيروت. للتفاصيل ادخلوا على www.cbc-eg.com. بريك ومن بعده بنرجع لاخبار الطلاب. منتابع يوميات ستار أكاديمي. الأكاديمية بعد زيارة شرارة مش متل قبلها، الطلاب البعض منهم زعلين والبعض التاني ما كتير تقبل الملاحظات. لا أنا حسيت حالي أنه غنيت منيح ولا سمعت صوتي كان كتير حلو. أنا حسيت حالي غنيت منيح، أنا ما حسيت في شي كتير أوفر يعني مقدمة. ما حسيت قلت له لا أنت من كرمال مي ما أنا استغربت منه، الكل تقريبا الكل ما قال عليهم كلمة منيحة. أنا والله كتب علي أشياء كتير حلوة مثل باقي ممثلة. أنت ممثلة؟ قال لي ويا لقيته كتب عشان هيك بضحك. إيه بعرف. قال لي بتلاقي ممثلة كتير حلوة. إيه عن جد. قال لي بس كنت كاتب بس كنت خايفة كتير. ايه عن جد ايه خاف من التابلو؟ مش من التابلو والله مش بس من هذا الشيء، بالعكس لو ما كنت متحمسه ما بطلع اقدم هيك يعني بهذا كنت ما طلعت، كنت وقفت محلي وغنيت صراحه. تمام تمام صوتك تمام فكر بيفضل. شو رأيك فيي أنا؟ ما عاد فيي استعمل والله ما فيي استعمل. بيارة كنت عاطلة؟ هايدي شو محل تزحط؟ هايدي والله الإيربيز رايح كان رايح، ما كنت عم بسمع شيء. اطلع نام. من بعد زعلان ما تقلي لا. عرفت صراحة إنه عملت افور عرفت كيف؟ إنه نوميني وهيك قدرات توب فايف توب فور. بس ما رح تطلع نوميني اكيد. ماشي عن نوميني هي ما بقت انا ما عم فكر بقى انه اذا بطلع نوميني ولا لا، بفكر انه اذا بتقدم انا اذا عم بستفيد ولا لا. انه بعدني جقرت على الكاميرا مرتين ثلاثه، تعبانين عيوني، كنت متضايق من الضوء كثير مشان هيك عملت هيك. وغنيت عادي، ما غنيت شيء حلو يعني. غنيت منيح. الله يهديك. ماشي كنت بتوقع انه وبننسي انا انه غني احسن من هيك. رفيق وحياه العذره، انا فكرت حالي عم اطلع هيك، انا مش مركز بالكاميرا، عم ركز على الكلمات، ما خايفين فوت غلط. قلتوا لي نسيت، ما نسيت ولا حطيت كلمه غلط، بس انا عطلان هم قد ما عطلان هم كنت ما بس ما بعرف. يلا معلش مرت الجاي بدنا نحسن البرفورمانس. خلص شو بك يا دينا؟ معلش هاي مسحهم، هايدي اللي كبت مش انا. هايدي؟ شو بيأثر دينا؟ استنى هلا حبيبي وصلت لهون ما فيي قول.
بدي بعد مش هيك انا ما هيدا القهر انه بدي بعد انه في استلش ما انه في واحد يستلش بس انه ما بدي ليه قد منحكيو؟ بس ما ليه قد انت منحكيو؟ ما كنت ابغى اسمع تراجعت فهمتي بس لانه الاغنيه كانت صعبه كثير هاي دي وراها بتعرف شو اللي فوتك حاجه بالحياه؟ اه بتعرف شو اللي فوتك بالحياه؟ انه محل فرقت مو لانه وقتها فرق نسيم فرقت انت بس مش اكثر غير كل اغنيه كانت ظابطه معك يعني اذا ملاحظ انه ثاني مقطع احسن من اول مقطع المشكله سبا عادي انه كلنا غلطنا انت انا نسيم مين كمان حنان كلنا غلطنا كلنا ما بأثر انا فاهم بس انه انا بفرق معي بفرق انه كنت منيح كثير قبل انه على قد ما اشتغلت على الاغنيه كثير تعبت فيها كثير اغنيه كثير صعبه عليك انه انت اول شيء منا لهجتك وثاني شيء ايد صعوبه اول شيء تحفظها عن جد انه برافو عملت كل هالافورت قدرت تحفظها عن جد مش عم بمزح برافو عليك انه غنيت هيك انا بالنسبه لي برافو كثير عليك انه غنيت هيك انا عارف انه حلو اني غنيت وكان التحدي انا عارف انه كان تحدي فهمتي وغنيتها بس انه ما حسيت اني غنيتها بال كيف اقول لك انه احساس يعني اي باحساسي انا وكان اديت الاغنيه فهمتي وكنت خايف اكثر شيء انه وتعرفين أنا يعني بغني مع البيانو ولحالي بس لايف انا هو يعني بس ما في شيء ما في شيء لك شيء هذا الشيء قطع خلص روح تفكر هلا بايفالك بعدين انا عارف بس ما كنت يعني ابى احط نفسي فاهمه كيف انه انا بنفسي انه على قد ما تعبت واشتغلت على الاغنيه كان نفسي تطلع كنت نفسي ادخل فيها بالتوب فهمتي كثير تمنيت اني ادخل فيها بالتوب على قد ما تعبت تاخذ اغنيه كثير قويه بس ان شاء الله اذا ما اخذت ان شاء الله خير ان شاء الله انه المشكله الحين انه بالمنافسه فهمتي بالتكه بيركزوا عليها وكان دخلتي الاخيره على فكره حقت مجدنا وعهدنا هذه ما كانت اساسا المفروض انا اللي اقولها بس وقتها تطلع مرتين نومينيه خايف من ثالث نومينيشن ولا ما حدا بوضع يعني بالعكس انا اذا بعرف فلات في جمهور بحبني برا ما بخزلهم كيف يعني ما بتحبني؟ مش بخزلهم ما بزعلهم انه عارف انه انا قادر يعني عندي نسبه تصويت عاليه ليه ما بستفيد منها بالفينال؟ عارف انك انت بين اقوى جمهور عرفتي كيف؟ لو انا محلي عندي جمهور اوكي مش لازم اعمل لازم تركزي كمان اكثر خليكم دايما على تواصل مع الطلاب عبر فيسبوك تويتر وانستغرام اخر بريك بحلقه الليله وبنرجع لاخبار الطلاب منتابع حلقة الليلة هايدي ومروان وعلي عم بيتحدثوا عن شخصيات بعضهم وعم بيتناقشوا بالصفات يلي بيحبوها أو ما بيحبوها ببعضهم بكرة غالي البرايم أنه أنت كنت بعيدة أنت كنت حدا شخصيته تحمي حالك يعني من الأشخاص تفهم هذا الشيء بعرف هذا النوع من البنات والله البنات إيه لا شو أنا عندي إخوة بنات وبعرف كيف لازم تتصرف بنتك ما تكون محترمة وتكون مش لازم تتصرف هي هيك تتصرف هي طبيعتها عم خبرك ما بعتقد انه مسحش مره حيضايقك لانه انا ما بتق المزح بعرف كيف مربي بعرف قديش دي حاجه فيك حلوه انك بتعرف حدودك كويس الله معك شكرا ليه تعلمينا على حدودك يلا لا يعني انت مشي يعني ولك يا ما هاي والله بجد حاجه حلوه فيك انك تبقى في مجتمع ممكن يبقى أوكي. عادي بس عظيم انت يعني طيب خبرينا شو المشاكل تبع اسرتك واصحابك بشع فيك مش معايا بصراحه بس بشوفه مع اصحابي مين يعني انك ثقيل فعلا شويه كثير يعني ثقيل يعني رخم لا لا ليك يعني لا من هزارك ممكن يبقى ثقيل شويه الانسان اللي بيعطيكي مجال للاخر هو انسان متقبل المزح ايه ولا لا صح عظيم صح انسان بيضحكك انا قلت لك مش معايا يعني لا 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 انا لحد دلوقتي ما شفتش منك يعني مش ولا حاجه غلط انا حتى مش متوقع اي حاجه
الإنسان بس يضحكك للآخر يعني هو حدا متقبل للآخر أي ولا لا؟ صح عظيم يعني حدا بعد ما مش يا رب ما بتستميني بس علي تعال شوي قول لنا حاجة وحشة في كل حد حاجة وحشة فيه حاجة وحشة فيه أحلى 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 لحظات حياتي هيدي خرب بيت بيتي تخيل بقى علي يلا. أكثر شيء حبيته فيك أكثر شيء حبيته فيك إنه بعدت عن العصبية كثير وحاولت إنه أتغير من نفسك كثير أكثر شيء حبيته وكذا انتبه لأنه عبيل أخذ خدا أنا كيف وكذا صار لك إيجابية يعني انعكست إيجابية لك صار صرت فاني بوي تعرف الشيء اللي خاف عليك منه إنه تنسى حالك كثير وما يعني بتشوف نفسك إنه هذا أنا وهذا صوتي وبشتغل على قد صوتي فهمت يعني إنه ما بتتقدم أنا لا بالعكس أنا هذا أقول لك اللي أنا خايف عليك منه أنا إنسان قابل كتير للتطور لا شوف أقول لك شيء أنا لاحظت في الفترة الأخيرة أنت أوكي قابل للتطور وكذا بس حسيتك مستهتر هاي دي أنت شيء وحلو فيك إنه أنت إنسانة قولها بالخليج وانا احاول افهم انه بتخلي حد ينبسط على حساب نفسك اذا انت مش عامل منيح بالبرايم اوكي شايفتيني مبسوط قد الدنيا انا بتجي انت بتنبسطي هيك قصده لانه انا مبسوط بتنبسطي بتشارك مش بتحسي انك زعلان لاني جرديكي بالضبط هيدا مش شيء سيء بالعكس هيدا شيء كثير حلو هيدا كثير حلو بس هيدا صفه نادره بالانسان كثير ما بتلاقيها بحدا قليل يعني لا بس حلو انه مثلا بين شعوري يعني تجاه واحد يعني مثلاً أنا زعلان منك ممكن أقول لك أنه زعلان جلسة السوشيال ميديا الأسبوعية هدفها تقرب الطلاب من الجمهور يلي بيحبهم من خلال رسائل المحبة والدعم ومن خلال التعليقات يلي بيساعدوا فيها الجمهور المشتركين حتى يحسنوا أدائهم ويتقدموا أكثر لكن هالأسبوع كان القرار بتوقيف الجلسة والأسباب شرحها علي لطالما كان برنامج ستار أكاديمي جامعة لخيرة شباب وطننا العربي والمواهب الصاعدة ضمن إطار عائلة واحدة ومتحدة يعيش أفرادها تحت سقف واحد على مدى 4 أشهر يتشاركون فيها اللحظات والذكريات الفرح والحزن والعديد من المواقف في يومياتهم وكان الستار أكاديمي 11 وقفات عديدة هذا العام لنبذ العنصرية والتفرقة الدعوة لتضامن الشعوب والأوطان العربية ورفع الصوت في وجه الظلم والإرهاب من خلال عدد من الأغنيات واللوحات الغنائية الاستعراضية التي حصدت أصداء إيجابية على السوشيال ميديا وفي صفوف جمهور ومتابعي البرنامج فمواقع التواصل الاجتماعي هذه هي المنصة الأبرز لدعم وتأييد طلاب ستار أكاديمي ووسيلة لتقريب المسافة بين الطلاب والمعجبين من جهة والمعجبين بين بعضهم البعض من جهة أخرى إلا أنها تحولت مؤخراً إلى ساحة تجاذب بين بعض النماذج من الجمهور التي تدعو إلى التحريض على العنصرية والكلام المسيء بحق الطلاب والبرنامج والبلدان الممثلة بخلاف قاعدة جماهيرية كبيرة هي صورة عن الطلاب المتحدين داخل الأكاديمية والذين يشددون دائماً على فكرة رابطة المحبة والأخوة بينهم وقد جرت العادة أن تكون جلسة السوشيال ميديا نايت فسحة أسبوعية يتواصل الجمهور فيها مع الطلاب تعبيراً عن محبتهم ودعمهم لهم ولكن ما حصل مؤخراً من تجاذبات بين هذه النماذج استدعى قراراً من إدارة الأكاديمية لإلغاء جلسات السوشيال ميديا نايت حتى انحسار حملات التحريض والعنصرية المسر يال حلقتنا لليلة انتهت بتمنى مشاهدينا تكونوا مضيتوا معنا اوقات حلوة بنلتقى بكرة بحلقة جديدة مع آخر أخبار الطلاب باي باي اندبح ما ليش أنا قلبي اندبح من حرقت عليك ردي وراك الباب يلا جماعه معك على خدك كرج رج على معات بلدي دمعت عيديك قلبك على غياب انجرح معليش انا قلبي انذبح
من حرقته عليكي. الله معك ردني وراكي.